شوكم شباب، اليوم راح احكي لكم على كيف اقوم بالمحافظه على درجه حراره المياه درجه معتدله دون ان تنخفض الى مستويات تهدد حياه الاسماك، ودون استخدام اي هيتر او سخان، فقط راح استخدم بها الضوء. وان شاء الله غدا تطلع الشمس واشرح لكم كيف اقوم بعمل هذه الطريقة. طريقة آمنة وفعالة، كل ما هنالك المساوئ اللي بيها راح تتكون عندي طحالب، وطحالب هي أصلا مفيدة ولكن منظرها ليس بجميل، هذا السلبية الوحيدة. وإن شاء الله غدا أكمل لكم الفيديو. تحياتي. إجا الصباح، راح أشرح لكم أنا سويت لكي أحافظ على درجة حرارة المياه درجة معتدلة دون اللجوء إلى استخدام السخان أو الهيتر. يعني كل اللي سويته ضفت ضوء وحطيت ثقوب تهوية، من ترتفع درجة حرارة المي أشيل هاي السدادة، طبعا السدادة هاي كنينس، وإذا برد الجو أغطيها بالليل وفتح لي انبوب الهواء، طبعا يكون محكم. وهذا هو الحوض من جوا، هاي الاسماك. السلبية الوحيدة الموجودة قلت لكم هو تكون الطحالب، وهنا بهذا الحوض راح تحافظ على درجة حرارة معتدلة. طبعا هذا النوع من الضوء، اذا خليته الضوء الثاني هسه اشوف لكم اياه، راح تزيد درجة حرارة المياه. يعني كل ما قوة الواطية مال الضوء راح يعطي حرارة اكثر، كل ما صغر راح يعطي حرارة اقل. فانتو دائما تحافظون على اني اقترح انه تستخدمون ضوء معتدل الواطية. هاي صحة الاسماك، هاي جولد فيش، افرخ جولد فيش، عمرهن حوالي شهر. هسه راح اشوف لكم الفلينه الثانيه نوعيه الضوء مالتها. هاي الفلينه، طبعا انتم تقدرون تستخدمون حوض زجاجي، بس شرط انه يتغلف بالنايلون تغليف محكم، ماكو اي هواء يفوت له، وانما انتم الهواء مجرد فتحات انتم تعينوها، يعني تغليف تام على مدة 10 درجات حراره. هذا ضوء اقوى، ليش؟ لان حوض اكبر، تخلون ضوء اكبر، وهذا حالة المي، وهاي افراخ عمرها هنا تقريبا اقل من شهر. يعني عازلها لانه كل ما كبر الحجم اختلف الحجم، راح سمكة كبيرة تأكل سمكة صغيرة، خصوصا الجولد فيش يكون شره، يعني من هو صغير فيأكل اخوانه. ثانيا اقوم بعزلهم، وهاي حالة الحوض، وهذا الضوء اللي أنا مستخدمه. طبعا أطفيه مو 24 ساعة مشغلة، تقريبا حوالي أطفيه من 5 العصر لغاية 12 ليلا، عم ترتاح الأسماك، لأن الضوء الكثير هم يتعبها، ويعني ساعات متفرقة أطفيه إذا كنت موجود متواجد يمهم. وهذا كل اللي حبيت اصور لكم اياه، ودرجة المياه درجة حرارة معتدلة، ما تنزل جوا ال20 درجة. ليش؟ لانه هذا الضوء الحرارة اللي ينطيها حوالي 45 درجة مئوية. طبعا هاي العملية بتكون اقتصادية باستهلاك الكهرباء، الدول اللي عندها فواتير كهرباء عالية تقدر تستخدم الضوء كبديل عن السخان او عن الهيتر، امبيرية اقل وفاعلية اكثر. الضوء هذا ينتج 45 درجة مئوية حرارته، راح يسخن لك فقط الهواء. بهالحالة ما راح تعاني انه ضرب الهيتر وظلت درجة حرارة ترتفع او ما اشتغل، انت راح تعرف بالضوء انه اذا طفى الضوء فهو يحترق، واذا كان مشعول لمدة طويلة جدا انت عندك نظام تهوية راح يحافظ على درجة حرارة ثابتة. هذا كل اللي حبيت اشرح لكم اياه،
وان شاء الله يفيدكم الفيديو، وان شاء الله راح تطوروها هاي الفكرة اذا عجبتكم. تحياتي لكم.